وتصوير أخلاق الناس جميعا بين التأمين العنصري أو أخلاق الفاسق أو بين هذه الأوامر الشقاق والمزاح. ولذلك جاء الإسلام بالحب والتسامح والصفح وحسن التعامل مع كافة البشر، ووفر لنفوس أبنائه عددا من المباني والأسس من أجل تنسيق هذا الخلق العظيم ليكون مكونا معه ولذة كثيرة من الأخلاق الباقية التي تسمو في وحدة الأمة ورفعتها كبشر الحمد والسلام ومحبة وسعادة. وجاء النصوص الكبيرة في هذا السياق يقول الله سبحانه: خذ العقل واحفظ العقل وأعلم فأول ما بدأ الله سبحانه وتعالى به أمر الدعوة أن أمر به